السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعي. النهاردة هنعمل معاكم فيديو زراعة الريحان، تجزير الريحان من العقلة. زي ما حضراتكم شايفين كده عملية التجزير، هنبص هنا كده، عملية التجزير ناجحة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. يصلح ان انت تزرعه في الأرض المستديمة على طول. بقى عملية تجزير اهي 100% ناجحة. بص كده، دي عملية التجزير اهي بكل سهولة وبكل يسر، ان انت مش هتتعب في اي حاجة. هنبص كده، بص التجزير عامل ازاي. اسبوع واحد وبتلقى عندك نبات الريحان في كمية التجزير دوت. ده فرع واحد اهو ماشي في كمية التجزير ده. هنجيب من هنا شجرة الريحان اهي زي ما حضراتكم شايفين، هنجيب الفرع ده كده وهنجيب الفرع ده كده اهو ماشي، ونشيل الاوراق دي خالص، ونشيل الاوراق دي خالص اهي ماشي، ونبدا نحطهم زي كده في الميه. كده ونبدا نحطهم في الميه زي كده. كده اسبوع واحد هيبدا يعمل عمليه التجزير، هيضرب التجزير بتاعه ماشي، مع تزويد الميه كل يومين. كل ما الميه تنقص منه نبدا نزود الميه بتاعه الريحان علشان يبدا يعمل عمليه التجزير والميه ما تنشفش منه، لان هو النبات بيشرب الميه ديت عشان يبدا يعمل عمليه التجزير. وده كده نبدا نزرعه في الارض المستديمه. هنبص هنا كده، ادي القصيص بتاعنا وادي التربه، فيه تربه عاديه جدا. هنبدا نخرم كده اهو وكده، زي ما حضراتكم شايفين هنبدا نحط النبات بتاعنا. كده احنا بدأنا حطينا النبات، في الأرض المستديمة زي ما حضراتكم شايفين. ونبدأ هنا بالتربة العادية خالص، تربة عادية اهي أمام حضراتكم، ونبدأ نردم عليه، ندار الجذور دي خالص بالتربة العادية بتاعتنا. كده احنا زرعنا الريحان. سلام.